نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله، مرحبا بك، وحيا الله الأخوة والأخوات، أسأل الله يجعله لقاء نافعا مباركا. آمين آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عن طريق حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية نأخذ بعض الاتصالات. علي تفضل. يا علي. ألو. تفضل يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. السؤال الأول. السؤال الأول، كيف نوفق بين قول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وبين قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، صحة حديث أنس بن مالك ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. طيب السؤال الثالث. السؤال الأخير، هل قوم سيدنا لوط عليه السلام مشركين، حيث أن القرآن لم يخاطبهم بالتوحيد؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله، حياك الله. أم صالح تفضلي. أم صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو عفوا، أبو صالح تفضلي. يا أبو صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعد الله مساكم جميعا. يا أهلا وسهلا، الله يمسك بالرضا والعافية. الله يحفظكم. شيخ خالد تفضل. رجل نوى أن يوقف مبلغا من المال. نعم. وليس لديه سيولة، هل يلزمه أن يوقف العين وهي عقار إلى أن يتم بيعها؟ أقصد هل الوقف يجب من حين أن ينويه الواقف؟ طيب آخر شيء، عفوا صوتك انقطع. عفوا، الله يرضى عليك. أقول أقصد هل الوقف يلزم الواقف من حين نيته، من حين أن ينوي الوقف؟ طيب يعني أنت تقصد أنه يريد أن يوقف مالا، مبلغا من المال نقد. طيب. لا نقدا، لكن ما عنده الآن سيولة، فهو يوقف عقار حتى توفر السيولة. صحيح. سؤال آخر. السؤال الثاني والأخير، إذا تصدقت على مسكين. نعم. وأنا أريد منه نفعا مثل الصدقة على عامل النظافة لأجل أن ينظف الشارع الذي أسكن فيه، هل أجري تاما والحالة هذه؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. عبد الله، ممكن تجيبوني على السؤال الأول، أنا ما عندي تلفزيون الآن. لأن معنا متصلين كثير، فممكن تشوفها على اليوتيوب، لأن الحلقة تنزل مباشرة بعد انتهاء الوقت، تنزل مباشرة على اليوتيوب وممكن تتابعها، لأن معنا متصلين كثير على الانتظار. الله، حياك الله. طيب أبو أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، أهلا أبو أحمد. حياك الله، كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا، حياك الله. نحبك في الله شيخ خالد. حياك الله، حبك الله، سؤالي الله يجزاك خير يا شيخ، من صلى في المقبرة جاهلا هل يعيد الصلاة إذا علم أنه ما يصح الصلاة في داخل طيب. المقبرة؟ سؤال آخر. شكرا جزيلا، حياك الله، يا أهلا وسهلا أبو أحمد. بقي شيء؟ طيب علي تفضل. عمر أنا يا أبو. حياك الله يا عمر. الله حييك. تفضل يا عمر. يا أخوي أنا عندي سؤال، طال عمرك، عن الرسول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل سؤالك يا علي. يا عمر عفوا. اي سؤالي اللي هو الرسول اللهم صل على محمد يقول إذا صار فيها المدينة شو اسمه مدينة فيها الوباء. نعم. حلو، هذا السؤال مباشرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم محمد
ما تطلع منها اذا صار فيها الوباء. اي نعم. واذا صرت متجه للمدينه فيها الوباء ما تطلع. طيب. طب كيف الحين اللي برا واللي بالخارج واللي في مبتعثين يجون الحين مثلا لما السعوديه او هل عندك سؤال اخر يا عمر؟ لا لا لا. حياك الله يا غالي، هلا وسهلا. ام خالد تفضلي. يا ام خالد، ام خالد معنا؟ يا ام خالد. طيب قطع اتصال. عبد الاله تفضل. عبد الاله ايوه تفضل. عبد الله سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس السؤال عن الأضحية، إذا متى يمسك عشان يعني مثلا ما نويت إلا قبل العيد بيوم أو يومين. طيب السؤال آخر. بالنسبة إذا كان إذا كنت في بيت والوالد في بيت، هل ينفع يشركني في أضحيته؟ طيب بقي شيء؟ لا خلاص، شكرا. حياك الله. طيب نبدأ طيب أم عبد العزيز تفضلي. يا أم عبد العزيز، يبدو لي أم عبد العزيز بعيدة عن الهاتف. ألو. تفضلي يا أختي. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. لو سمحت يا شيخ، أنا جزاك الله خير، أنا أحفظ 4 أجزاء يعني ما شاء الله. من القرآن، من البقرة إلى النساء، وأقرأ في الفريضة كل يوم نصف وجه، بس بالترتيب يعني أقرأ كل يوم نصف وجه، بعدين أخلص أرجع ثاني مرة أقرأ من البقرة، فهل هذا جائز؟ طبعا حافظة جزء عما وتبارك وأقرأها في النوافل يعني نفس طيب. الشيء، هل هذا جائز يا شيخ؟ عندك سؤال ثاني يا أم عبد العزيز؟ لا، وأنا يا شيخ أصلي على الكرسي. أي. السؤال الثالث، أصلي على الكرسي الحمد لله، أقوم وأركع وأسجد، بس إني في الجلوس ما أقدر أجلس، أرجع أجلس على الكرسي للتشهد. يعني فقط توقفين وتركعين، لكن في السجود ما تقدرين. لا، أسجد بس الجلوس. الجلوس أي نعم. طيب. الجلوس يعني أرفع يعني رفع وأسجد الركعة الثانية وأقعد على الكرسي للتشهد. طيب. طيب. طيب باقي شيء يا عبد العزيز؟ لا شكرا، الله يجزاكم خير. حياك الله يا أختي، يا أهلا وسهلا. طيب نأخذ أول سؤال وهو سؤال أخينا علي، يسأل عن توفيق بين قول الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، وأيضا قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فتوهم التعارض بين آيات الكتاب الحكيم يرد على الأذهان، ولذلك من طريق إزالته أن يبحث الإنسان عما يجيب على هذا التوهم في التعارض، وذلك أن المؤمن يوقن يقينا لا ينتابه ريب أن كلام الله محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وكما قال تعالى وإنه لتنزيل من لدن حكيم خبير، فالله جل في علاه أنزل هذا الكتاب وأحكمه إحكاما لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، وكما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك كل ما توهم الإنسان أنه يتعارض من كلام الله عز وجل فيجب أن يوقن أنه لا تعارض، وإنما التعارض في الأفهام والأذهان. جميل. وهو نوع من التوهم، يطلب حله بسؤال أهل العلم، وكم من شيء يسأل عنه الإنسان يخفى عليه فيسأل عنه فيتضح. هذه الآية في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منها بأنها الآية الفاذة الجامعة التي تجمع الإثابة على كل عمل صالح يعمله الإنسان، لكن معلوم أن العمل الصالح لا يمكن أن يكون مقبولا إلا إذا توفر فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون لله خالصا، فما كان لله خالصا أجر عليه الإنسان، وما كان لغير الله فهو حابط لا يثيب عليه الله عز وجل
بل يجني الإنسان يجني ثوابه العامل ممن عمل له. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة في الحديث الإلهي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا يوصف بالعمل العمل بأنه خير إلا إذا كان لله خالصا، ثم أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على وفق الشريعة جاريا، فلو أنه على خلاف هديه كان مردودا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هذا في حق أهل الكفر والشرك الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله، فلم يتحقق معهم الإخلاص ولم يتحقق معهم المتابعة، فبالتالي لما لم يتحقق هذان الشرطان كان العمل ضائعا وهباء منثورا كما وصفه الله عز وجل. وهذا شامل لكل الأعمال العبادية، وما كان من الإحسان إلى الخلق فإنهم يجزون عليه بما يفيض عليهم في الدنيا من النعم التي لا يكافئها عمل الإنسان مهما كان متقنا لعمل، فإن نعم الله تعالى على العبد تترى، ولا مكافأة لهذه النعمة بما يقوم به من العبادات والطاعات، فإنها لا تفي حقه ولا نعمة من نعمه جل في علاه. نعمة البصر، نعمة البصر نعمة من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، لو عبد الله ليل نهار منذ أن خلقه الله إلى أن يتوفاه لم يجزي ولم يفي حق الله تعالى في هذه النعمة. وبالتالي ليس ثمة تعارض بين الآيتين، قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لا يكون العمل خيرا ويجزى عليه خيرا إلا إذا كان خالصا لله وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما الآية الأخرى فهي في حق قوم تخلف فيهم واحد من هذين الأمرين: إما أن لا يكون العمل خالصا، وإما أن لا يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يجتمعان كما هو في حال أهل الشرك والكفر. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك لنا في الحسنات، وأن يقينا شر السيئات. سأل أيضا عن صحة حديث: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم وتقبله العلماء، وهو دال على عظم قدر الصلاة وأن الإخلال بها يفضي بصاحبه إلى الشرك أو الكفر، عاذنا الله وإياكم من ذلك. سؤاله الأخير: هل كان قوم لوط مشركين؟ لأن الله عز وجل لم يخاطبهم بالتوحيد. أعد السؤال لو سمحت. هل كان قوم لوط مشركين؟ لأن الله عز وجل لم يخاطبهم بالتوحيد. قوم لوط أرسل الله تعالى إليهم رسولا، وكان غالب ما ذكره الله تعالى في محكم الكتاب من خطاب نبيهم لوط عليه السلام لهم هو ترك فاحشة إتيان الذكران من العالمين، يعني أن يستبدلوا الاستمتاع بالنساء الاستمتاع بالذكور، فجعل ذلك ما فذكر ذلك في القرآن في دعوة لوط لقومه أنهم استحلوا الفاحشة، وأخبر جل وعلا أنهم كذبوا المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، وأخبر بأنهم كذبوا بالنذر، كذبت قوم لوط بالنذر، فخبر الله تعالى عنهم بأنهم كذبوا المرسلين وأنهم كذبوا النذر يدل على أنهم لم يقتصروا على هذا الذنب فقط، إذ إنهم كذبوا المرسلين، وتكذيب المرسلين يحتمل أنهم كذبوهم في هذه الدعوة التي دعا إليها لوط عليه السلام وهي ترك هذه السيئة، فيكون هذا ما اقترفوه وما جنوه من 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 ذنب أوجب عقوبتهم أنهم لم يكونوا مستجيبين للرسول لوط عليه السلام في ترك هذه الفاحشة، فيكونوا كذبوا الرسل لأن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لكل الرسل. ويمكن أن يقال إن الله إنما ذكر عن هؤلاء هذا الذنب دون غيره لأنه مما اختصوا به وتميزوا به، وإن كانوا يشتركون مع غيرهم في الكفر وفي الشرك وفي جملة من خصال محادة الله ورسله، وإنما ذكر هذا على وجه الخصوص لأنهم تميزوا به عن سائر الأمم، كما ذكر في شعيب في قوم شعيب تطفيف المكيال والميزان،
وبالتالي لا يكون ما ذكره الله لا يكون ما ذكره الله عز وجل عن قوم لوط في هذه الفاحشة دالا على أنهم كانوا موحدين إلا أنهم كانوا يفعلون هذه الفعلة. ثم لو قدر أنهم كانوا على التوحيد وكذبوا بهذه الشعيرة لم ينفعهم التوحيد الذي كانوا عليه، لأنهم كذبوا الرسل، وتكذيب الرسل موجب للعقوبة، إذ إن الكفر يكون بالشرك كما يكون برد ما ثبت ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وردهم بمعنى عدم قبولهم، لا أنهم يقعون فيها معصية لكن لا يقبلون ما جاءت به الرسل. وبالتالي الجواب على هذا السؤال أن قوم لوط ذكر الله هذه السيئة لأنهم اختصوا بها، ولا يمنع، ليس ثمة ما يمنع أن يكون عندهم ما عند بقية الأمم المعذبة من الشرك والكفر لله عز وجل. أبو صالح سأل سؤالين، السؤال الأول يريد أن يوقف مبلغا نقديا لكن ما عنده سيولة، فهل يجوز له أن يوقف عقارا حتى توفر هذه السيولة ثم ذلك يحول الوقفية منها من العقار إلى النقد؟ هو فيما يتعلق بوقف النقود محل خلاف بين أهل العلم، لأنهم يشترطون في الوقف أن تكون عينا باقية تستوفى منفعتها على الدوام، والنقود معلوم أنها لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها وانتقال الملك فيها إلى الغير، فهي تذهب، فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة وقف الدراهم والنقود، والصواب صحة وقف كل ما يمكن أن ينتفع به ولو كان مما تذهب عينه، ويكون الأجر فيه دائما ما دام نفعه باقيا. أما ما يتعلق بكونه الآن يريد أن يوقف عينا ثم يحولها إلى نقد، فإذا أوقف عينا لم يجوز له تغييرها إلا إلى ما هو إلا في حال تعطل الوقف أو في حال عدم التمكن الانتفاع منه، أو أنه ينقله إلى ما هو أفضل وأحسن. وفي الغالب هذه أمور يعني تدخلها الاجتهادات وقد تكون صائبة وقد تكون غير ذلك. المهم أنه لا أشير عليه بهذا، إنما إذا أراد أن يوقف عينا فليوقفها ولتبقى، وما يأتي من دراهم ونقود هي نتاج هذه العين، وبالتالي يتحقق له ما يريد من وجود نقود يديرها في الخير أو يجعل مصرفها في مصارف البر. نأخذ بعض أو عفوا سؤاله الثاني، إذا تصدق على مسكين، على إيش؟ إذا تصدق على مسكين، نعم، وأراد منه نفعا، يعني مثل عامل النظافة في الشارع أراد أن يصدق عليه وأيضا لكي يجعله يحرص على نظافة الشارع، فهل يؤجر على ذلك أم لا؟ أخشى أن يأثم، لأن صدقته في هذه الحال هي نوع من هذا عامل وله جهة كلفته بالعمل، فإذا كان لا يعمل إلا بمقابل فهو سيأخذ مقابل من جهة العمل ومن المستفيد الذي أعطاه، وسيؤثر هذا على بقية الجهات التي يعمل فيها، إنه لن يقوم بما يجب من العمل لأنه لا يعطى كما يعطى في هذه الجهة، وبالتالي أنا أشير عليه بأن لا يعطيه بهذه النية بالمطلق، إن أعطاه إحسانا وصدقة لا يرجو من ورائها نفعا فهذا يؤجر عليه، أما إذا أعطاه وفي نيته أو في إيحاءاته أن يكون ذلك مقابل العناية ببيته أو بأرصفته أو بجهته فهذا لا يجوز، وهو من هدايا العمال التي تدخل فيما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، لأن ذلك مما يفضي إلى الخيانة، والحمد لله ويعطيه إذا أعطاه رغبة فيما عند الله، وقد قال الله تعالى في وصف الأبرار إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء يعني مكافأة ولا شكورا يعني ولا ثناء ولو باللفظ، إنما يريدنا الأمر من الله عز وجل ثوابا وعطاء. قريب من هذا ويتكرر عنه السؤال، إذا أعطى المسكين مبلغا من المال وطلب منه الدعاء هل يعتبر هذا أيضا انتفاع من خلف هذه الصدقة؟ هذا مما ينقص الصدقة، هذا مما ينقص الصدقة إذا طلب منه الدعاء وجعل هذا مقابل هذا ينقص أجرها، لأن المقصود بالصدقة هو الله جل في علاه، وما ترجوه من الله بالبذل ستناله بلا شك، ولا تحتاج أن تجعل بينك وبينه واسطة، أعطي هذه الصدقة وقل يا الله أخرجت هذا إن كنت أخرجت هذا المال لوجهك فحقق لي كذا وكذا وكذا، سأل الله بالعمل الصالح، سأل الله بلسانك ولا تنتظر من أحد أن يكافئك، وهذا أرجى في إجابة الدعاء
وحصوله المقصود من أن تعطيه مالا وتقول ادعو لي، تقول له ادعو لي أو ادعو لابني أو ما أشبه ذلك. نعم. سهل الله من فضله، ولا ولكن لو فعل هذا صدقة جائزة وهو مأجور عليها بقدر ما معه من النية، لكن ينقص تمام الأجر الذي يتحقق بعدم انتظار مكافأة ومقابلة على الصدقة. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق شبكات التواصل. إذا أراد أن يضحي شخص عن والدته، فهل يلزم أن تمسك هي أن تمسك هي عن شعرها وأظفارها؟ حية ولا ميتة؟ حية. إذا كان يريد أن يضحي عنه وعن أهل بيته، نعم، ففي هذه الحالة الذي يلزمه الإمساك هو المضحي، أو الذي يشرع له الإمساك هو المضحي نفسه، لا من ضحي عنه، لا من نوي وأشرك في أجل الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمسك في نفسه دون أن يأمر أحدا بالإمساك من أهل بيته، فلم يكونوا يمسكون عن شعورهم وأظفارهم. والحديث صريح في هذا، في حديث أم سلمة: من أراد إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره، عن أظفاره وشعره. فبالتالي لا يلزم الأم في هذه الحال أن تمسك عن شعرها وأظفارها، هذا إذا كان يضحي عنه وعن أهل بيته أو عنه وعن أمه إذا كان في البيت. لكن إن كان يريد هذه الأضحية لأمه أن تضحي، اشترى شاة وقال: يا والدة يا أمي هذه أضحية لك ولأهل البيت، ففي هذه الحال إذا قبلت هذا فإنها تمسك، لأنه أصبح الحكم معلقا منوطا بها. أيضا سؤال الثاني هو أخونا حارث: هل يثاب الشخص إذا أكلت الحيوانات من مزرعته، علما بأنه يسعى لإبعادها مثل ما يفعل المزارعون مع الطيور والهوام وغيرها؟ نعم، كل من غرس غرسا فما أصاب منه إنسان أو طير أو حيوان باختياره أو بغير اختياره فهو مأجور عليه، كما جاء في الصحيح: ما من مسلم يغرس غرسا فيصيب منه طير أو غيره إلا كتب له، والحديث الصحيح. وبالتالي هذا مما يؤجر عليه الإنسان ولو لم ينوي من الأعمال، وهو ما كان نفعه متعديا فإنه يؤجر على الإنسان ولو لم ينوي ذلك، لكن إن نواه كان أعظم أجرا، كما قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة. فأثبت الله تعالى الخيرية في هذه الأمور ولو لم ينوي الإنسان فيها التعبد والتقرب إلى الله، لو نوى فيها تحقيق المصلحة دون استحضار نية العبادة. فإذا نوى بذلك الإخلاص، إذا نوى بذلك وجه الله وابتغى وجهه جل في علاه، كان ذلك مما يضاعف الأجر ويزيد في الثواب. البريهي سأل يقول: إذا صلى الإنسان لوحده صلاة جهرية هل يجهر بالصلاة؟ نعم، إذا صلى صلاة جهرية فيسن له أن يجهر بالقدر الذي يسمع نفسه ولا يؤذي غيره. نعم. نأخذ أو نعود بدل أسئلة إخواننا وأخواتنا المتصلين. أخونا أبو أحمد يقول: من صلى في مقبرة وهو جاهل أنها مقبرة، ما يدري أنها مكان في مقبورين، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور وفي المقابر. ففي حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وفي حديث أم حبيبة وأم سلمة أنهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة كانت في الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: ألا فلا تتخذوا المساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. كل هذا وغيره من النصوص دال على أن الصلاة أن قصد القبور للصلاة مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما يخالف هديه وما جاء به من شريعة. إذا صلى الإنسان في المقبرة ناسيا أو جاهلا أنها مقبرة، فللعلماء قولان: منهم من يقول إن النهي عن الصلاة في القبور أو عند القبور يدل على أنها لا تصح،
وبالتالي فهو كما لو صلى من غير وضوء يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو كان جاهلا كما لو صلى من غير طهارة، وبالتالي يجب عليه الإعادة، وهذا مذهب الإمام أحمد. فالنهي هنا للتحريم وهو يفيد عدم صحة الصلاة. والقول الثاني أنه إن صلى جاهلا فإنه لا يؤمر بالإعادة ولكنه ينهى عن 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 الصلاة ويبين له أن ذلك لا يجوز لأجل أن لا يعود. واستدلوا بأن أنس رضي الله تعالى عنه صلى وبين يديه قبر وهو لا يعلم، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: القبر القبر القبر، فظن أنه يقول القمر القمر، فرفع رأسه، ثم تبين أنه أراد تنبيهه إلى أنه صلي إلى قبر، ولم يذكر أنه عاد الصلاة. على كل حال إعادة الصلاة احتياطا وهو الأقرب إلى ظواهر النصوص في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، لا سيما إذا كان الوقت قائما، أما إذا بعد العهد فلعل ذلك معفو عنه لجهله، فالله تعالى قد عفى عنا ما كان من جهل. نستأذنك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربك. فالكل في هذه الحياة كراحلي. تجد الجواب يضيء دربك، كلما أبصرته ناداك بين خمائلي. تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربك. نور تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي، فالكل في هذه الحياة كراحلي. تجد الجواب يضيء دربك، كلما أبصرته ناداك بين خمائلي. تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربك. نور تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي، فالكل في
كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربا نور تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كل نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم. نأخذ بعد الصلاة حصة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الله يرضى عليك عندي سؤال للشيخ. تفضلي يا أختي. لمن أرادت أن تضحي هل يجوز لها وضع الحناء في الرأس سواء أم محمد؟ طيب أعيد السؤال يا أم محمد. لمن أرادت أن تضحي هل يجوز لها وضع الحناء بالرأس والتزين به في اليد ونحوه؟ طيب أيضاً استكمالا للسؤال، هل يجوز أيضاً وضع الأقنعة الطبيعية في الوجه وكذا يعني زي الزبادي طيب. ونحوه يعني؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله، شكرا جزيلا. حصة تفضلي يا حصة. حصة معنا؟ إيه تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا شيخ، عندي سؤال. ما هو سؤالك؟ أصابني مثلا هم أو ابتلاء وما شابه ذلك، لكن لما احتسب وبعد سنوات نعم خطر ببالي أنه يعني يا ليتني كنت محتسبة، فهل يحسب لي بالاحتساب أو لا؟ طيب عندك سؤال آخر؟ لا الله يجزاك خير. الله يحييك. أم فهد تفضلي. ألو أم فهد. ايوه تفضلي سؤالك. سؤالي؟ اي نعم. انا سؤالي بسال كيف لجيت اضحي، يعني اول مره انا اضحي. اي نعم. هل انا احرم او ما احرم لي والوالدي يعني؟ طيب عندك سؤال. ناس يقولون وفي سؤال ثاني، انا عندي اخوي كان يعني مسوي معي مشكله يعني كان إيه يمنع عني وكذا وهذا. طيب وانا لا يعني جاب خاطري شيء يعني ذكرت ما خلفت عيال وحياتي كلها عذاب كذا، ترملت الحين قتلي رجال كبير وترملت
ولا خدت يعني أضيق صدري وأقوم أدعي عليه يعني أقول حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعوضك خير يا أم فهد وأبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. طيب شكرا الله يعوضك خير يا أم فهد. أحمد تفضل. يا أحمد تفضل. تفضل يا غالي سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي الله يحفظك. أنا عندي ثلاثة أسئلة الله يسعدك. أنت إيش؟ عندي ثلاثة أسئلة. إيه تفضل. السؤال الأول. طيب السؤال الأول الله يحفظك. أنا الوالدة عندها طفلة معاقة تتغاضى راتب من وزارة الشؤون الاجتماعية، فالوالدة تصرف منها لحاجاتها والحاجات البنت في نفس الوقت هي ما ينقصر عليها، إذا بتصلح سنونها الوالدة بتتعالج بيها، فهل طيب. في مشكلة أن الوالدة تأخذ من فلوسها؟ طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني الله يحفظك، أنا في عندي أخ يعني هو مسكين الله ابتلاه بالتعاطي وزي كذا، فما يدير شؤون أسرته ولا أولاده، فأنا أدير شؤونه المالية من تسديد فواتير وأشتري العيال وأغراض وزي كذا، أنا أدير شؤونه بشكل عام، وإذا احتجت فلوس أخذ منها، يعني هل في إشكال؟ طيب يعني أنا أخذ من فلوسه. طيب السؤال الثالث. والسؤال الثالث الله يحفظك، هو يدي هو عنده علم انك تاخذ من فلوسه ولا لا؟ ايوه هو عنده علم، بس هو مصيبته اذا تعاطى الله يحفظك هو يفقد يعني التوازن. الله يشفيه ويعافيه من هالبلاء. السؤال الثالث. السؤال الثالث الله يحفظك يا شيخ، في عندنا شيخ امام مسجد هو حافظ القران لكنه غير مجيد للتلاوة، ويعني وغير زي ما تقول الله يحفظك ما حد يستصيغه كإمام كصوت، فسبب يعني زي النفرة من المسجد، يعني ما حد يجي من المسجد ولا حد يصلي فيه بسبب. طيب ما هو السؤال؟ إنه هو غير متقبل، يعني هل يجوز إنه الشيخ هذا يستمر في المسجد أو إنه؟ طيب طبعًا هذا فيما يتعلق بالسؤال الثالث هو هذا من اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية، يعني جماعة المسجد عندكم تتواصلون مع فرع الوزارة في المنطقة اللي أنتم موجودين فيها، وهم يحلون المشكلة وفقًا للنظام الموجود عندهم، يعني ليس مكان هذا السؤال برامج الفتية. شكرا يا أخي أحمد. طيب نواصل الأسئلة. عمر سأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالوباء في قرية فلا تدخلوها، في أرض فلا تدخلوها، إلى آخر الحديث. يقول الآن الناس بدأت تنتقل من مكان إلى مكان، وهناك أشخاص يعني يأتون من الخارج، فهل هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الحديث في الطاعون وفي العموم قوله لا يريد ممرض على مصح، لكن الحجر الذي يتعلق بالبلدان والأراضي والأقاليم هذا لا يكون إلا في الطاعون على وجه الخصوص. فإذا شاع هذا البلاء وأصبح عاما لا يختص مكانا دون مكان، ففي هذه الحال يزول المعنى الذي من أجله شرع النبي صلى الله عليه وسلم عدم الدخول إلى أرض الطاعون وعدم الخروج منها فرارا منه. فبالتالي الذي ينبغي هو توقي هذا المرض بأخذ الاحتياطات والاحترازات التي تتعلق بالتعامل معه، وأما عدم الانتقال إلى مكان آخر فهذا لعله لا ينفع، لأن الوباء عام ولا يترك مكانا إلا نزل فيه. نسأل الله أن يعجل برفعه عن الناس، وأن يقينا وإياكم شر الأسقام. آمين. عبد الله سأل عن متى يمسك المضحي عن شعره، متى يمسك من نوى الأضحية عن شعره وأظفاره؟ إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره. فإذا كان الإنسان ناويا من أول الشهر، من دخول الشهر الأضحية، فإنه يمسك من أول دخول شهر ذي الحجة، وإن كان لم ينوي إلا بعد دخول الشهر بأن تيسرت له الأضحية، أو نواها في الثامن أو في الخامس أو في السادس أو في التاسع، فإنه يمسك من نيته. السؤال الثاني يقول إذا كان الابن في بيت مستقل عن والده، فهل يمكنه أن يكتفي بأضحية والده بحيث يشركه معه فيها؟ نعم، إذا كان يسكن مع أبيه
وليس زائرا. إذا كان يسكن وحالتهم واحدة فالأب يكفي أو القائم في البيت يتكفي أضحية واحدة عن البيت وأهلي به، وإذا كان مستقل عن رب البيت وأهلي البيت. أما إذا كان مستقلا فإن لكل بيت مستقل أضحية. من ضمن الأسئلة التي وردتنا عن طريق وسائل التواصل، ما هي الوسائل المعينة على ترك الغضب؟ لا تغضب، أن يأخذ بأسباب الغضب بأن يقوى نفسه على أن لا يغضب. قد يقول قال كيف لا أغضب، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. يحتاج الإنسان إلى أن يروض نفسه. ولذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي هريرة أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، كرر عليه ثلاثا. وهنا نهي عن الغضب وعن تعاطي أسبابه وعن الاستجابة لآثاره، الاستجابة لدواعيه وما يحمل الإنسان عليه. وبالتالي ينبغي أن يروض نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فيحتاج الإنسان إلى أن يروض نفسه. ثم من أسباب معالجة الغضب أن يكون الإنسان يعني صابرا، يبعد عن مواطن الانفعال، لا يستجيب للمثيرات كما قال تعالى ويستخفنك الذين لا يوقنون، يتوضأ، يحافظ على الطهارة، يكثر من ذكر الله، أيضا يستعيذ بالله من الشيطان، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان فتحمله على سيء الأعمال ورديء الأقوال. فبالتالي يحتاج إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك اختصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أوداج أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه الذي يجد، وهي كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلو استعاذ بالله من الشيطان كان هذا من أسباب كبح هيجانه وإيقاف غضبه. المقصود أنه الأسباب كثيرة، ومرتكز ذلك أن يعي الإنسان خطورة الغضب وأن يحمل نفسه على عدم الاستجابة. بعض الناس يعني يقول لا ما أقدر، ما في شيء ما تقدر، ما في يعني لو كان الإنسان في كل خصاله الرديئة يقول ما أقدر لما تحسن الإنسان في خلق الرديء ولا تخلص من سيئة ولا كان الناس في شر عظيم، لأن كل أحد لابد أن يكون في خصلة من خصال الشر إن لم يهذبها طغت على سلوكه وآذته وآذت غيره. فينبغي أن يتحمل وأن يصبر وأن يأخذ بهذه الوصية، يستعيذ بالله من الشيطان، يتطهر، يقوى نفسه، يخرج عن مكان الغضب، لا يمضي قولا ولا ينفذ فعلا في وقت الغضب، فإن وقت الغضب وقت هيجان لا يقبل فيه، يعني يصدر عن إنسان ما لا يتصور عواقبه الوخيمة. سأل الله أن يعيذنا وإياكم من نزغات الشيطان. آمين. ناشر الخير يسأل يقول أنه يقرأ القرآن أحيانا وهو يقود السيارة، فإذا مر بآية السجود ماذا يفعل؟ هل يسجد على السجود؟ السجود ليس فرضا، وإنما كما قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء، يعني إذا اختار. فإذا كان يقود السيارة ففي القيادة شغل، ففي القيادة شغل من أن يسجد، لأنه قد ينحني ويكون بصره في غير مكان القيادة فيفضي ذلك إلى هلاك له أو لغيره. وكم من حادث إنما يقع بلمحة بصر. قد يعني أحيانا نحن نفرض السلامة، وبالتالي فرض السلامة قد يجلب الخطر، فينبغي الإنسان أن يكون على حذر. عطفا على كلامك، قابلت أحد الأشخاص وهي من باب التحذير، لأن كثير من الناس ينشغلون في هذه الفترة في هذه الأيام مع الأسف أثناء قيادة السيارة بالجوالات. فقابلت أحد الأشخاص في مدينة الأمير سلطان الإنسانية وهو معاق إعاقة كاملة، يعني شلل رباعي، فكنت أسألها عن السبب، فقال كانت رسالة جوال، أمسكت الجوال كنت أرسل لأصحابي أنني في الطريق إليكم، ثم وقع الحادث ويقول كلها ثواني وقع الحادث وأصيب بشلل رباعي. فهذا باب التحذير للجميع فيما يتعلق باستخدام الجوال أثناء القيادة. من باب الشيء بالشيء يذكر، ما حكم الأذان والإقامة في أذان عفوا الأذان والإقامة في أذن المولود؟ ورد فيهما حديث ضعيف. فإذا فعل الإنسان من باب أنه ذكر لله عز وجل وليس أنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. وقد تسامح بعض أهل العلم في مثل هذه الأحاديث في فضائل الأعمال، لكن لا يوصف بأنه سنة لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف.
أم عبد العزيز تقول إنها تحفظ أربعة أجزاء من أول القرآن من البقرة إلى النساء وتراجعها في صلواتها المفروضة. تحفظ أيضا أجزاء من آخر المصحف اللي هي من جزء عما وتقرأها في النوافل، فهل ما تفعله صحيح أم لا؟ يعني هي تقرأ من حفظها، من حفظها في الفرائض من أول القرآن، وفي النوافل تقرأ من آخره بشكل مستمر، من يعني محفوظها. أي نعم، بشكل مستمر في ذلك. وإذا حرصت على ما جاءت به السنة من قراءات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فهذا أكمل، لا بأس أن فعلت ذلك. فقرأ وما تيسر منه. هي تقول أنها تصلي تركع وتستطيع القيام والركوع والسجود، لكنها لا تستطيع الجلوس بين السجدتين، فإذا جاء أول التشهد، فإذا جاء وقت الجلوس جلست على الكرسي، فهل لا حرج؟ فاتقوا الله ما استطعتم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كانت لا تستطيع أن تفترش على الأرض وتجلس على كرسي بين السجدتين وفي التشهد فقد فعلت ما تستطيع، ولا إثم عليها ولا نقص في صلاتها. حصة سألت عن حكم وضع الحناء على الرأس واليدين أثناء وهي تريد أن تضحي. لا حرج في ذلك، التجمل وصبغ الرأس وسائر ما يكون من وسائل التجميل لا يمنع منها من أراد الأضحية. الممنوع هو قص الظفر وقلم الظفر وقص الشعر وأخذه، أما ما عدا ذلك فلا حرج فيه. سألت أيضا عن حكم استخدام الأقنعة الطبيعية تستخدم التجميل، مثلا وضع بعض الخضار مثلا على الوجه أو مثلا الزبادي وغيرها. لا حرج في ذلك، لكن في التخلص منه ينبغي أن يكرم على أن يكون في موضع قذارة. يعني إذا غسلته ما تغسل في مجرى البول وما أشبه ذلك، إكراما للنعمة. عفوا، هذا كانت هذه أسئلة أم محمد. سؤال حصة، إذا أصيب الإنسان بابتلاء وهم وغم لكن لم يخطر بباله الاحتساب في وقتها، ما أتذكر إلا بعد فترة، هل نقول إنه بمجرد حصول الهم والبلاء أو المرض عليه حتى لو لم يخطر بباله الاحتساب يؤجر على ذلك؟ اللي فهمت من سؤالها أنها تسأل إن ما صبرت في ولا احتسبت في أول وقت، ثم بدا لها أن تصبر وتحتسب بعد مرور وقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى. معنى قوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني أعظمه أجرا وأوفاه ثوابا وأكرمه على الله عز وجل ما كان عند نزول المصيبة في أول نزولها. وهذا لا يعني أنه لا يؤجر على صبره فيما إذا نبه وتنبه، أو فيما إذا استدرك بالصبر على آثار المصيبة أو ألمها فيما بعد. فالله تعالى لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، وقد قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالذي صبر ولو بعد حين يؤجر على صبره وإن كان قد فاته أجر الصبر في أول المصاب. فإذا احتسب الإنسان في مصيبة نزلت به بعد مضي مدة والألم قائم ولا زال يعني يجد ألما من المصاب السابق فإنه يؤجر عليه. أما إذا كانت انتهت وأصبحت نسيا منسية ولا ألم من ولا ألم يقع الإنسان منها، ففي هذه الحال على ماذا يصبر؟ يحتسب في ماذا؟ مضى كل شيء، يعني لم يبقى شيء، يعني يكون قد فاته أجر ما يؤمل من الصبر والاحتساب على تلك المصيبة. هل ما تقصده اللي هو الإنسان يجزع بمجرد ما يقع عليه المصاب؟ يعني بمعنى أنه أحيانا قد يكون يتحمل ما جاءه من المرض لكن ما خطر بباله أنه سوف يؤجر على هذا البلاء. الأجر على الصبر حاصل ولو لم يحتسبه الإنسان. جميل. يعني بمعنى أنه إذا صبر الإنسان حبس نفسه عن الجزع. جميل. فهو مجور، لكن الصبر درجات، أعظمه ما كان صبرا لله وآملا فيما عنده، وإلا فإن الله تعالى يأجر الإنسان إذا لم يجزع حتى ولو لم يكن هذا الصبر يعني محتسبا فيه الأجر. إذا احتسب الأجر عظم الثواب وجزل العطاء، لكن إذا لم يحتسب فإنه يؤجر بقدر ما معه من الصبر. أم فهد تقول أنها تضحي لأول مرة، تسأل تقول هل تحرم
لعل قصدها هل تمسك عن الشعر والأوراق؟ نعم تمسك كما تقدم. نعم. تمسك من أول دخول شهر ذي الحجة على وجه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليمسك عن شعره وأظفاره. تقول إنها عانت في حياتها بسبب مشكلة بينها وبين أخيها، فهل يجوز لها ويعني وتضررت من ذلك، هل يجوز لها أن تدعو عليه تقول حسبي الله ونعم الوكيل عليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل ليس دعاء على شخص، إنما هو دعاء للنفس. كثير من الناس عندما يقول حسبي الله ونعم الوكيل يقول في مشكلة بينك تدعي عليه، هذا ليس دعاء على أحد، إنما هو دعاء للنفس أن الله يكفيك، يكفيك بما شاء من دفع الضر الذي نزل بك، إما بصرف الضر أو بإهلاك المضر أو غير ذلك. فأنت لم تطلب أن يوقع الله بلاء في من اعتدى عليك بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، إنما طلبت منه الكفاية. فإن قولك حسبنا الله أي الله كافينا مما نكره ومما نخشى الضرر منه، فهذا لا بأس به في على وجه العموم. أما ما يتعلق بأذية أخيها، أنا يعني أقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، استعين بالله واعفي عنه، استعين بالله واعفي عن أخيك وأمن الخير من الله. فالله تعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بعض الناس يقول أصلح، ما أدري هل أصلح يعني هذا قيد، الأصل العفو، الأصل العفو، إلا أن يكون في العفو فسادا، وإلا فالأصل أن يعفو الإنسان، وحتى لو اشتبه عليه هل عفوه فيه مصلحة أو لا مصلحة فيه، فالأصل أن يعفو الإنسان لأنه المغلب وهو الذي جاء الندب إليه في آيات كثيرة ونصوص عديدة. أحمد سأل سؤالين، السؤال الأول يقول والدته أو عنده أخت معاقة، والدته تأخذ الإعانة التي تأتي هذه البنت تنفق على البنت وكذلك تستفيد منها أيضا كذلك في أمورها الشخصية، فهل هذا جائز أم لا؟ هذه الإعانة إذا كانت مصروفة لشخص فإنها لا تصرف إلا له، وتعامل معاملة مال اليتيم، فلا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. السؤال الثاني يقول عنده أخ نسأل الله عز وجل عافيه وشفيه متعاطي ولا يحسن إدارة أمور شؤونه ولا شؤون أسرته، فهو يتولى ذلك لكنه أحيانا قد إذا احتاج إلى بعض المال قد يأخذه لنفسه، فما الحكم في ذلك؟ لا يأخذ شيئا لنفسه. من ضمن الأسئلة التي وردتنا عن العدل بين الأولاد في العطية، الآن الأولاد يختلفون في السن وفي الحاجات وفي مستلزماتهم، فهل يجب أن يتكون العطية بينهم أو عفوا النفقة عليهم بالتساوي أم يجوز أن يكون هناك اختلاف بحسب الحاجة؟ النفقة على الأولاد وعلى غيرهم ممن تجب نفقتهم هي على قدر ما تحصل به الكفاية، وهذا متفاوت من شخص لآخر ومتفاوت من حال لأخرى، وبالتالي العدل في النفقة أن يعطى كل ذي حاجة حاجته، هذا العدل في النفقة أن يعطى كل ذي حاجة ما يحتاجه. وبالتالي إذا كان عندي ابن مريض فأنا أحتاج أن أراجع به المستشفى وأعطيه من العلاجات وما إلى ذلك، وبالتالي ليس من المخل بالعدل أني صرفت عليه 10,000 لعلاجه والآخر من أولادي لم أصرف عليه مثل هذا المبلغ، لأن العادل في النفقة أن يعطى كل ذي حاجة حاجته. نعم، شاكر المقدم فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم في مثل هذا التوقيت بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجد الجواب